مكبوت 14 سينطلق إلى كوكب الأمامير. مكبوت 14. أنكل حبه قولي بقى، بطرس أنكل رب يسوع يهوذا بقى عمل إيه؟ آخ يهوذا بعد ما سلم الرب يسوع أنا مش فاهم إيه اللي حصل، عمل زي واحد كان نايم وصحي. إيه اللي حصل؟ قال إيه اللي أنا عملته ده؟ أنا سلمت دم بريء، أنا سلمت الرب يسوع. وابتدى يفتكر غالباً المعجزات اللي شافها والحاجات اتعملت قدامه وكلام ربنا الجميل. ما خد بالك مش بس ربنا كان بيعمل معجزات، لكن محبته طيبة قلبه أما كان يقعد معاهم يقعد يفكر فيهم، ابتدى يفتكر ايه ده؟ ايه اللي انا عملته ده؟ راح جري على مين؟ على رؤساء الكهنه. قال لهم انا عملت حاجه غلط. انا سلمتكم دم بريء، يعني عملت حاجه غلط. انا ايه؟ خدوا فلوسكم يا جماعه وانا خلاص مش عاوز اسلمكم الرب يسوع. طب كويس، يعني بطرس بعد ما انكر قال له يا رب يسوع سامحني ويهوذا تاب برضه. لا يهوذا ما تابش. ايه امال ايه؟ يهوذا بقى ايه؟ بس ثانيه اقول لك، في الاول رؤساء الكهنه قالوا له يا عم انت جيت متاخر خلاص. انتهت. سمع كده الحكايه دي من هنا وراح يهوذا بقى ايه؟ كان ممكن، انت عارف ان يهوذا ناس مش بتصدق الحكايه دي، يهوذا كان ممكن يتوب زي بطرس. طب امال ايه اللي حصل؟ يعني بطرس عمل انكر الرب يسوع قدام ثلاثه خدامين واي ناس كده، لكن راح تاب وبكى بكاء مر. يهوذا بقى اما عرف انه عمل حاجه غلط عمل ايه تفتكري؟ ايه؟ راح شنق نفسه وانتحر. انتحر؟ طب هو موت نفسه. طب انتحر كويس، طب ايه اللي فيها غلط بقى لما انتحر بقى؟ لا ايه غلط ازاي؟ ما انتحر، انت عارفه يعني ايه انتحر؟ انا دلوقتي عندي جسد وروح. الجسد ده هو ايديا ورجليا وعينيا ولساني وداني، ده جسم ماشي. وروحي دي اللي جوه. الواحد بيموت امتى؟ اما روحه ايه؟ تطلع للسما. ايوه انا مش من حقي اطلع روحي السما، دي الروح دي ملك ربنا مش بتاعتي، حاجه مش بتاعتي اخدها انا اطلعها السما ازاي؟ ما ينفعش، ما ينفعش. انت عارف حتى جسمي مش بتاعي، مش من حقي اقعد مثلا اقعد طول النهار اتفرج على التلفزيون لما عينيا تورم، لان عينيا دي وجسدي ده امانه كده زي حاجه ربنا قال لي ممكن تخليها عندك شويه ولحد ما اجي اخدها اقول له حاضر حافظ عليها مش هبوظها. فروحه ما يقدرش يروح هو يتصرف لوحده. في ناس تقول لك انا متضايق من نفسي ومتضايق من العيشه انا هنتحر، ما ينفعش، لان روحي دي مش ملكي. ما ينفعش انا اقرر انا اموت امتى، ربنا اللي يقرر انا اموت امتى، هو الوحيد اللي قرر القرار ده. عارف حتى واحد يقول لي ايه؟ ليه اللي بيقتل غلط؟ علشان انا مش من حقي اقرر انت تموتي امتى، عشان انا مش بتاعت حد ومش بتاعتي ولا بتاعتي ولا بتاعتك. انت مش بتاعتك، انت ملك مين؟ انت ملك ربنا، ملك ربنا اللي خلقك، هو اللي يقرر امتى ممكن تموتي. لا انا اقدر اقتل حد ولا اقدر اقتل نفسي، يعني ما اقدرش انتحر. دي حاجة غلط خالص. وفي ناس كتير بتتلخبط في الحكاية دي، يقول أنا متضايق من عيشتي أنا حر في عيشتي أموتها وخلصها. لا أنت مش حر، أنت ما تقدرش تملك إنك تموت نفسك. بس يا ستي راح يهوذا بقى ما عمل كده راح انتحر. راحوا لرؤساء الكهنة ما لقوه كده، راح عملوا إزاي؟ أخدوا ال 30 الفضة اللي كانوا رماها لهم على الأرض دي واشتروا بيها الحقل ده اللي انتحر فيه إيه؟ يهوذا. ولحد دلوقتي اسمه حقل دم. ليه؟ إنه الفلوس دي تمن دم. تمن مين؟ دم مين؟ يهوذا. لا يهوذا ايه؟ الرب يسوع. دم الرب يسوع. ايوه صح صح صح، دم الرب يسوع. بيقولوا لحد دلوقتي قاعد الحقل ده بنفس الاسم ده. يهوذا ده انت كنت. لا سيبك من يهوذا، بص اتنين من تلاميذ الرب يسوع الاتنين غلطوا. الرب يسوع ما عندوش غلطه كبيره غلطه صغيره، غلطه غلطه، بس في واحد تاب ورجع لربنا وهيبقى تلميذ من تلاميذ الرب يسوع وربنا يستخدمه. واحد عمل ازاي؟ اما غلط انتحر وبوظ يعني الدنيا. لو كان يهوذا تاب كان ربنا قابله. برافو عليك. يبقى احنا بنعمل حاجه غلط ما اقولش خلاص انا عملت حاجه غلط الدنيا خربت، لا ارجع بسرعه واعتذر لربنا واقول يا رب سامحني. اخ يلا تعالى نصلي يا رب سامحنا على الغلطات اللي احنا عملناها. يا رب مش عايز اعمل زي يهوذا، يا رب عايز اعمل زي بطرس. لو حابين تعرفوا اكتر عن قصتنا النهارده هتلاقوها في الكتاب المقدس في الشاهد اللي قدامكم على الشاشه. اذا كان عندك اي سؤال او استفسار ابعت لنا على الايميل ده. We'll be right back.
الحوت 14.